السلام عليكم مشاهدين أينما كنتم، أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة الخاصة. بلغنا منذ قليل خبر عاجل مفاده اختطاف الممثل التركي الشهير مهند الذي كان يقوم بزيارة سياحية مع وفد تركي رسمي للجزائر. الممثل مهند تم اختطافه من طرف عصابة مكونة من 3 أفراد، وحزيم مصطفى وحميد. مصادرنا أكدت أن الوفد التركي الرسمي كان يقوم بجولة سياحية في الحي العريق سيدي الهواري وسط مدينة وهران. الزهرة حكينا شكاين، أنا كي طالقة روحك في المراية وتعوا راني تخضر في التلفزيون. تحجيني خير إن شاء الله. شكاين خوك راه في التلفزيون. حميمي تاعي. واخوك حميميد بيه. راهم يهضروا على فيرس لافورماسيون، قالوا بلي خوك حميميد ومصطفى وحازيم خونو مهند باش يبيعوا في ليزونشيغ. مهند تاع لاميس؟ واه مهند جابها؟ ما جابهاش. ونخونو هنايا في سيدي الهواري؟ واه شنو جاي يدير سيدي الهواري؟ لا ديليغاسيون تاع التراك جاو توريست يزورو سيدي الهواري. قدو مهند في لامار وخونوه. ياه الله اشعل التلفزيون. شوفي ذات والمصادر افادت ان العصابه تخطط لبيع الممثل التركي الشهير في المزاد العالمي الذي كان يقوم بزيارة سياحية مع وفد تركي رسمي للجزائر. خويا قليل خاطيه باينه بلي هذيك المقلوع تاع مصطفى هو اللي فرصه باش دير هكا. ما راكش تشوفي فيهم هما في 3؟ عملية البحث ما زالت متواصلة من قبل مصالح الأمن الجزائرية ونظيرتها التركية. والآن مشاهدينا نترككم مع مراسلنا بحي سيدي الهواري من وهران ومزيدا من التفاصيل. مرحبا. بعد حادثة اختطاف الرعية التركية من طرف المشتبه بهم 3 مصطفى حازم حميد، نحن هنا الآن بعين المكان في حي سيد الهواري بمدينة وهران، ونريد بعض التوضيحات من طرف الجيران. نرى هناك أشخاص بقرب بيت المشتبه بهم، تفضلوا معي. مرحبا سيدي، هل ممكن أن تقدم نفسك؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سي عبد القادر، ساكن في الحي العتيق تاع سيد الهواري، وعايش هنا وساكن هنا ونوقف غير هنا. انا ابراهيم ما خرج من هذا الحي، ونشكركم على هذه الالتفاته وهذا الانضباط وهذا التصوير وهذا يعني. سيدي من فضلك باختصار مفيد نريد بعض التوضيحات حول موضوع اختطاف الرعية التركية التي كانت هنا. واش نقول لكم، انا كما قلت لك انا دائما نريح هنا 24 ساعة على 24 ساعة. شو واحد الديليغاسيون واحد اللجنة فايتة ومعاهم واحد عرفته بلي مهند هذاك تاع المسلسلات. انا رايح خلعت حتى شفتها من بعد الديليغاسيون تقدمت شوية هذيك اللجنة، هو قاعد شوية الراول قاعد يدور، بانت لي راح يتليفوني، بانت لي عطاش راح يشري الماء ولا الليمولاد ولا مانيش عارف. حتى شفت 3 تاع الناس داروا له واحد الكيس هكا واحد الشكارة دخلوها له. تاعنا تاعنا. اي واحد نشوف السيد دخلوه بلعوا له فما كتفوه، داروا له يده في ركبته اليمنى ركبته اليسرى، خلطوا له مع ركبته اليمنى، دخلوه بلعوا له مال وقلعوه. وفاش عرفته بلي مهند وتاكدت بلي مهند فما قاعد يدير بالا بلي تاع الطرك خطبه هذوك اي اي فقت بلي مهند. سيدي من فضلك هل يؤكد ذلك ان رايت ان المشتبه بهم هم 3 مصطفى حميد حزين؟ باش تقولوا لي قلت انا بلي مصطفى وحازم وحميد؟ لا بصح هما 3 يسكنوا غير هنا جوالينا غير هنا، ما تقوليش هما 3 اللي هو حازم حميد ومصطفى. بصح انا ما ناكدش بلي هما، بصح هما يعني هما 3 هما اللي داه. وشو تبقى بيناتنا ولا؟ شكرا سيدي. ولا بغيت غير نسقسيك، هذه تفوت وقتاش هذه الحصه؟ على المباشر سيدي. على المباشر. املي لا تسمحي لي نهدي واحد الاهداء، نهديها لحبابي لصحابي سكان الحي ولاد سيدي الهواري، ونهديها كذلك ان شاء الله. راهي تشوف زوغا اللي نحييها، ونهديها لكل الحباب واللي يحبونا كل شيء. وزيد بغيت يعني غير نقول لك لا تسمحي لي نحكي لك واحد النكته. واحد الراجل كان يتمشى. السلام عليكم. انا شفتهم كي داوه. انا ديجا تصورت مع عندك سيلفي كي داير عندك ارتيست ياك. اي انا شفت مصطفى قال لهم باين تصور معاه. اي دوره مشت اللوطو دار له كاغول ودار له في الماله. سيدي هل ممكن ان تقدم نفسك؟ لا انا كنت راقد زعما، انا قالوا لي غير قالوا لي ما شتاش كنت راقد انا. بصح شاولا اللي قال لي ما يكذبش،
نيشان. لكن هذا يوضح ان المشتبه بهم هم مصطفى حميد حزيم. ما على باليش ولا السيد اللي شافها ما يكذبش. نيشان نيشان اكد لي وقال لي. الاخت لكان يعني اختي وهرن وهرن كبيره وجواغي كبار. جانا ارلون شوايزينيغر، جانا فوندام، جانا توباك، جونا كاع، جانا مهنا صافي بليزير. بصح تاع كي داروا له اختي خطفوه خطفوه. هاني باني ياكي الله يحفظك. روح 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 تبان تبان. وعلى كل حال نتمنى غير هذا مهند يرجع لنا ان شاء الله باش نشوفوه، باش نشوفوا المسلسلات وان شاء الله تكمل على خير. واللي خطفوه هذوك كيونا ايوا هذه هي. وشكرك على شكرا. شكرا سيدي. كانت معكم كبيب رحاب في عين المكان من مدينة وهران بحي سيد الهواري. سلاح وي خي والله ما نعرفهم. انا شفتهم يجروا. انا قلت شتاكاين في بالي راهم يبيعوا في حاجه ولا هي لحقتهم. والله ولا وين والله عاد عاد شو عمي من الله مانا. وهذا جنبينا يا لانكار شخصيه هو والله الا هو شي كذب. انا وانت انا انتم ويا صحاب انا ما نعرفش عندك. لا والله ما نعرف. 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 خصوص دير حالة وانت ما بغزوك يا صاحبي تبها فري نوت ما ارجع خلاص ارجع خف مالك خف رام يتيرو مالك رام يتيرو قلع
والله العظيم راك عايش مني بخيمو عندك من دوخ دو لو تيغ والله العظيم انا هاك
عاودتيني هاك عاودتيني هاك عاودتيني هاك دور دور مني يا بلل خويا خليه خليه حبيب خليه يدير لنا مسكين خليه اللهم يا ربي يا ربي الله يعطيك سيدة إن شاء الله اللهم يا ربي الله يعطيك درجة الله يا ربي يعطيك ريفيزيون يا ربي تدخل في سجلة يا ربي في حجرة يا ربي بعد علينا الزاوية بشلمين كتفين بشلمين كتفين رجل بلد الزاوية الزاوية عطينا بارك البركة عطينا بارك البركة أخويا أخويا عطينا بارك عطينا بارك الله أكبر شو فين ريك العروسه راهي تسنى ايوا هذا عسل وشي زعاقه ايوا قلت لك راني ماجي ما تقلقش حمقتني كلشي بالبركه كلشي بالبركه بالبركه عليك بالبركه ابو يخيا ابو يخيا وشي راح شو يقول لي فين ريك قول لي ايوا قول قول ايوا اسم نقول لك أجيو أجيو عيطة 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 في التليفون عيط عيطة ألو حميميد ألو واه وين كنتي ما سمعني نبغالك ها كنت تعكي ودي مقلوبة هاي مقلوبة الحياة مارجي هاي مقلوبة واه هاي حميميد بس أخوانتو مهند واه ما قال لك لي مونتاين لا في الرمين يا البومبا والرصاص لا مقلوبة العيا واه اسمعي الليطون كبري الليطون واه دي بوك توا بيغسون وي واه غادي ندير لك واحد الجنازة تاع الليكس واه حتى الجوانين غادي يحلوا فوامهم غادي يخلعوا غادي يخلعهم اسمعي السميد الفارينة العشب قهوة ولا تاي والقريوس من عندي شاولا القريوش يا القريوش ياو انا بالقريوش والعالبان يا هودي عند قادة كتري طورنو طورنو واه كتري طورنو كتري سميد سميد لا غادي نجيبه مفتول غادي نجيبه مفتول قاع ما تخممش قلت لك مفتولة يا هودي جيبي الفتالة تدخل في الفتولة دلال فتالة كيما العادة واه اسمعي كتبي عند الباب تخوا بيرسون ابوندوني قولي لي انت ديسباري ديسباري ولا كيدنابي هذه هي اللي ديريها لا ما مسقسوك في الجورنال كتبيها معليش وا اسمع خويا اسمع حميميد غادي ندير لك واحد الجنازه شابه بصع موراها ايوا ديري العرس شبابه العرس حي على العرس على العرس جيب لك ربي يجيب لك ربي كاين جوارينا بزاف وانت يا مالك واه 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 صاي هدي وصايا والله ونجي ونلقى عبد قزارنا نلعب ناكل اهلك واه هيا ساحة تهلي في روحك تهلي في روحك المغبونة المغبونة مسكينة عواجة 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 هاي هاي روحوا على القادة روحوا نجيبوا السميد هاكا نديروا جنازة ومورها العرس تاعي هاي نوضي نوضي روحي نشرو I put down more hits than mafioso mix. And lucky Luciano about the same surprise. When I know the way you feel. And baby bubble, we gon' keep it on the real. Just to get you caught up and amazing. We puffin' on Cuban, so it might get dangerous. Now when it isn't, you can sit on Bizak. And let the biz out, whiz out, ride the Trizak. Ha-ha, how you feelin'? I'm out to sell it. Riding like a villain, making a killer, thrilling the crowd. What my new head do? Outfits from Hughes. $50 socks, $100,000 shoes. Man, I get a boost to them suck MCs. Who you be? You know who I be. Young nigga, I'm a shit out of the fuck. Stop.
get paid, make your money. Oh yeah, I mean I step to the stage in my G-boy stand and say a few rhymes to make your girl wanna dance. I'm so fly like a dub, I come from up above. You're tripping on your girl cause she show me love. Nigga don't beat her, cause if you beat her, you don't need them. You lay your hands on baby, watch how fast they take your freedom. I delete them and don't mistreat her. I stay up on them, but that's one to grow on me. Let me flow on her. You can rock to the rhythm you see, or you can rock to the rhythm of me, me, me. But when you do your thing, make sure you do your thing on the hang. And everything is everything. Man, I'm on this paper chase like them white boy DAs was on the case. But you know I ain't trying to floss, but a murder was the case that they lost. Stuff.